السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة عالم شهي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الوصفة مختلفة رائعة جدا جدا. هذه الوصفة غتكون عبارة عن خبيزات او بريوش مالح باللبن بطريقة اللي هي مختلفة تماما، شي حاجة اللي هي جديدة مختلفة ومتأكدة غادي يوليو معتمدين عندكم الكوتي او الفطور، رائعين جدا جدا جدا. بقوا معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 500 غرام ديال الدقيق الابيض، ونصف كاس صغير ديال زيت الزيتون، ملعقه كبيره خل، ملعقه كبيره خميره فوريه، ملعقه كبيره زبده، ملعقه صغيره سكر والقليل من الملح. وغنحتاج اللبن باش غنجمع هاد العجين، اللبن ماشي الحليب، اللبن. غنحتاج كذلك فلفلة حمراء وفلفلة خضراء مقطعين، بصلة كبيرة مقطعة، حفنة ديال الزيتون الأخضر مقطع وحفنة ديال الزيتون الأسود مقطع، علبة ديال الطون، القليل من الزعتر، ثوم بودرة أو لا ثوم مهروس، الملح والإبزار والقليل من الزيت. اذا غادي نبداو بسم الله. غادي نجيب مقله غندير فيها القليل من زيت المائده، وغنشحر فيها بصله كبيره مشلضه، غنشحرها واحد شويه، وغنزيد ليها حبه ديال الفلفل الاخضر مقطع مكعبات صغيره، فلفله خضراء متوسطه، وغادي ندير حبه ديال الفلفل الاحمر مقطع كذلك مكعبات، غندير الملح والإبزار والقليل من الثوم بودرة أو لا الثوم المهروس، يعني واحد شوية ديال الثومة محكوكة إلا ما كاينش الثوم بودرة. وغندير هادشي حتى كتشحر لي ديك البصلة مع الفلافل، وغنزيد علبة ديال الطون بالزيت ديالها. غنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضهم، وغنزيد القليل من الزعتر، وغادي نطفي عليها البوطه. صافي راه تشحروا ليا. غنزيد الزيتون الاخضر مقطع والزيتون الاسود مقطع، ونخلي هاد الحشو تبرد. دابا غادي ندوز باش نعجن العجين ديال هاد البريوش او ديال هاد الخبيزات. غندير الدقيق والملح والسكر، ملعقه صغيره سكر وملعقه كبيره خل، ملعقه كبيره ديال الخميره فوريه، وملعقه ديال الزبده وزيت الزيتون نصف كأس صغير. غادي نخلطهم مزيان. الملح كندير تقريبا نصف ملعقة صغيرة، كنخلط هادشي مزيان. عاد كنبدا نزيد اللبن شوية بشوية، اللبن عادي بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما كنسخنو ما كندفيه. كنبدا كنعجن وكنزيد اللبن شويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجين اللي هي مرخوفه. والعجين هكا بغيتها تكون عندي بحال هكا، كتكون كتلصق في اليد ومرخوفه، يعني ماشي قاصحه بحال ديال الخبز، كتكون مرخوفه. كنبقى كنضربها بيديا بحال السفنج، كنبقى كنضربها بيديا كيف كتشوفوا، يعني بحال كيف كنعجنوا الشفنج بحال كندلك فيها. وغادي نجيب صبيره اللي غادي نخمر فيها هاد البريوش، غادي ندهنو بالزيت وغنحط فيه العجينه. كيف كتشوفوا العجينه كيف كتجي خفيفه بزاف، يعني ما تكونش جاريه وما تكونش ثقيله، كتكون خفيفه بحال هاد الشكل هذا، يعني كتكون شويه تقل من عجينه السفنج. صافي غادي نديرها كي قلت لكم في الصبيره، وغادي نغطيها مزيان، وغنخليها فشي بلاصه تكون دافيه حتى كيتضاعف الحجم ديالها، لانه غنخمروها جوج المرات. المره الاولى غنحطوها فشي بلاصه تكون دافيه، كيف شفتوا انا راه كنغطيها بفيلم اليمونتير، عاد غنغطيها بالفوطه ونخليها حتى تخمر مزيان ويتضاعف الحجم ديالها. وكيف كتشوفوا هنا راه خليتها تقريبا ساعه ديال المكنه عاد خمرات لانه الجو شويه بارد.
وضعف الحجم ديالها. غادي نخرج منها دابا الهواء اللي فيها، وغادي نزيد عليها داك الحشو اللي خلينا حتى برد، وغنحاول ندخله مزيان في ديك العجينة غير بشوية ديال الخاطر، وكنبدا كندخل ديك الحشوة في العجينة كاملة حتى كتنسجم ليا معاها. صافي غادي نجيب دابا لي غامكان، ولا غنجيب مولات صغار ديال الكيك، غندهنهم مزيان بالزيت باش ما تلصقش ليا، وغنبدا ندير كويرات في هادوك الغامكان. تقدروا ديروهم في الطاوة ديريكت، يعني ماشي بالضرورة انكم ديروا ليه مول، ولكن هو هذا المول كيساعد انه كيعطينا واحد الفورمة زوينة لهذا البريوش، كيجي عالي ومنفوخ، كيجي زوين. بغيتوا ديروه في الطاوة، انا نوريكم غنديروهم ديريكت في الطاوة باش تشوفوا الفرق اللي كيجي بين انكم ديروه ديريكت في الطاوة بين انكم ديروه في المول او في لي غامكان. هنا انا شكلت منهم كويمرات، يعني ممكن ديروهم غير كويرات على شكل قرص. وكدهنوا يديكم بالزيت باش كتسهل عليكم الخدمة، لأنه العجينة عندنا كتلصق. وكنغطيهم وكنخليهم يخمروا ليا المره الثانيه تقريبا واحد 35 دقيقه، حتى كيعاودوا يتنفخوا مره اخرى في وسط هذوك المول او لا دوك اللي درنا في الطاوه. كنكون في هذه الوقيته صافي، انا ملي كيخمروا ملي كيقربوا يخمروا كنكون شعلت الفران سخنته، كندهنهم بالصفار ديال البيض، وكنرشهم بالزنجلان او بالبافو او بالسانوج على حسب شنو عندكم، او لا فقط يعني بالصفار ديال البيض، وغندخلهم يطيبوا. كنشعلهم في الاول غير لتحت حتى كيتنفخوا، وكنشعلهم الفوق راه دغيا كيطيبوا ما كياخذوش الوقت بزاف. وهادو هما الخبزات او البريوش المالح ديالنا، كيف كتشوفوا كيجيو رائعين جدا جدا جدا، كيجيو مفشفشين وخفاف بزاف، والمذاق ديالهم رائع جدا، يعني واخا نمدح تنعيا ما غاديش نوفيهم حقهم، كيجيو بنان لاقصى درجه. ما ترددوش انكم تجربوهم، غير زعمو ساهلين، المكونات بسيطه، ما كياخدوش الوقت بزاف، والاهم انه كي قلت لكم كيجيو لذاد بزاف بزاف، وكيجيو خفاف. وانا قطعت معكم وحده باش نوريكم كيف كيجيو من الداخل، كيجيو قطنيين وخفاف بزاف ورائعين للغوتي. وكنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم. كيف العاده ما تنساونيش باللايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم واحبابكم، ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ونقول لكم خليتكم على خير، نشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله.